صباح الجميلة، شو اخبارك؟ شو اليوم؟ خلاص مسوي الغلو؟ ان شاء الله. اشوف تمام. سووا لك كل الفحوصات و بس كوفيد تيست زين. هذا البي سي ار لازم يكون 24 ساعة بس. 48 ساعة. 48 اوكي. و سووا لك هذه، سووا لي تيست. التيست هذا مال شو اسمه؟ الانتي بايوتيك. مال الانتي بايوتيك. تمام. والدكتور يديك بين موضعي في المنطقة دي بتفقدي فيها الاحساس وتتشغل. انت نايمة بس صح، يعني لما اكلمك ترد عليا. خلاص؟ فعندك الخيارين. ايوه ما تفضل. ايوه احسن. بالنسبة للعملية اليوم ان شاء الله راح تكون شفط الغلو وشوية هاي ايضا البنات ما يحبون هاي المنطقة العروض. فأول شيء طبعا هي فتحة صغيرة هنا، من الشغل كله راح يتم من هاي الفتحة، واشفط هذا شوية جزء من هذه. هذا لا، هذا هو التكساس. حلو، نخليه هذا الجزء هنا. هنا كمان نفس الشيء، هذا مشفطه وهذا يضل انجل او شو نزل راسك. هذا هو اللغلوق بالحقيقه اللي راح ينشف. الشفط اذا وحده ممكن يسوي ترقل، فلازم تقريبا روتين، يعني نسوي مع الشفط يا اما الفيزر او الليزر حسب الحبه. الجهازين يشدون، وواحده ما يكفي ايضا، لازم بعد اسبوعين تسوي ما لا يقل عن 5 جلسات جهاز المساج الحراري كل اسبوع جلسه، عشان الانتفاخات اللي تصير بعد الشفط ما تتحول الى تليفات وكتل. فلازم تبلش بعد اسبوعين من العملية، وهالاسبوعين لازم لابسة المشد ليل نهار. بعد الاسبوعين تبدي الجلسات، وتقدر المشد تخفف استخدامه بس تبلش تستخدمه تسوي الجهاز. نقول الحمد لله على السلامة. شو اخبارك؟ شيء ألم؟ ما تحسين شيء ابدا؟ ما شاء الله، بالعافيه عليك يا قلبي. طبعا حاطين لها مغذي بعد العمليه، ولو ان العمليه ما كانت يعني كبيره بس شافت الغلو، لكن الحرص حلو صح؟